هذا يسأل عن إذا سهى الإمام وقام إلى ركعة زائدة والمأموم يعرف أنها زائدة، ماذا يعمل؟ يجب عليه أنه ما يتابع، أنه يجلس ولا يتابعه في ركعة زائدة، ولكن عليه أن ينبهه بأن يقول سبحان الله، عليه أنه ينبه الإمام، فإن لم يرجع فإنه هو لا يتابعه، يجلس حتى يعود الإمام ويسلم معه ويسجد معه سجود السهو. نعم.